حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في مقطع جديد في استمرار لمقاطع FC 25 اللي نزل جديد حاليا. راح نلعب فولتا جيم أو ما يعرف بلعبة فرق السداسيات. أنا اخترت اليوم ريال مدريد في مواجهة برشلونة. طبعا هذه اللعبة تعتمد على الاستعراض في الأساس عند فيني وأمبابي. يا سلام. أوه ليفاندوسكي خطير. أعطي فيني. أوه حركة خلفية مقصية لكن مقطوعة. أوه ضايع على ليفاندوسكي. طبعا أنا حطيت مستوى اللعب سيمي برو اللي يعتبر مستوى متوسط. يا سلام ولكن القائم. هدف أول من ميليتاو. نتقدم على برشلونة بهدف عن طريق ميليتاو. amazing bro, amazing bro. أوه هدف تعادل خطأ فادح. طبعا الكمبيوتر اختار عشوائي بالنسبة لفريق برشلونة. فعندهم ليفاندوسكي واثنين لاعبين ما اعرف ما واضحين بالصورة. هذا اللي واقف خط المرمى كريستينسون اتوقع. يلا على الخط المرمى ميليتاو. سقط ميليتاو ما يوجد احد في المرمى. يلا يا فيني. وأمبابي يا سلام فعلها أمبابي. يا سلام. المرمى فاضي وندك. برشلونة أتوقع انهاروا تماما. كان يفضل لو حط زدت شوية مستوى قوة الخصم. أعتقد أن سيمي برو ضعيف شوية بالنسبة لمستواه يعني. أربعة وأنت بقي 43 ثانية. سلام. الآن عاد استعرض باريس والقائم. باريس أقصد ريال مدريد. لا ممكن يرجع برشلونة. حذاري ميليتاو ينطلق. ميليتاو مقطوعة من ميليتاو. والقائم. يا الله في نهاية الشوط الأول تقدم ريال مدريد. تقدم كاسح. خطيرة من أمبابي كاد أن يؤذي اللاعب. ممكن نرى ردة فعل برشلونة في الشوط الثاني. يا الله ميليتاو في اللحظة الأخيرة. لافلي ديفندر.
أوه مقطع من ليفاندوسكي. فيني يلا شلها يا مبابي، لعب سقط ما في أحد في مهرجان أهداف لريال مدريد. أوه ما الذي يفعل؟ أوه الضربة القاضية. ضربها مقصية من ميليتاو. هو ما في أحد في المرمى، لازم تشيل الكرة يا فيني. ممتاز يا فينيسوس. أوه تسديدة ولكن صعبة. لا 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 يا لمنت ليتاو. اقطع يا فيني، فيني مرة ثانية. ممتاز يا فيني، اعطي مبابي. اوهو اوه لا 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 استعجلنا فيها شوية. اوه لا لا تخليه ليفاندوسكي، خطير ليفاندوسكي. ممتاز من ليتاو. يا سلام من امبابي. لاحظ الحركة واستفادة من رجوعها من الضربة في الجدار ورجعت. كم صرنا؟ 7-1. اوه وانا اليوم من حسن حظ العارضة تقف معي. اوه ليفاندوسكي قوي جدا في الدفاع. انهض يا مبابي، اعطي ميليتاو. ميليتاو الهدف. نتيجة عريضة جدا. صرنا كم؟ 8 أو 9. 8-1. وين راحت الكورة؟ طلعت خارج الشبك. لا يوجد مساحات يا فينيسيوس. و انتهت المباراة، فزنا على برشلونة 8-1 في لعبة السداسيات 3-3. شكرا للمتابعة وحياكم الله.